طيب معانا عبر الهاتف الآن، دايما بقول عليه واحد من المدربين الكبار المميزين، له أسلوبه وله طريقته وله شخصيته وهدوءه، يعني ما تلاقوش عامل أزمة، ما تلاقوش كمان عامل حواليه هالة، ما بيعملش قصة وحكاية، بس الراجل دايما ناجح، دايما بيعمل نتائج جيدة. النهاردة عمل مباراة كبيرة ورائعة جدا، كبيرة ورائعة جدا على المستوى الهجومي اللي جاب فيه 3 أهداف وكان فيه هدف رابع كمان ألغية، وعلى المستوى الدفاعي كان رائع جدا. تخيل بقى فرقة بتدافع كويس قوي وبتهاجم كويس قوي، احنا عندنا دايما حتة ناقصة، يا اما تهاجم ويبقى الدفاع فيه مشكلة، يا اما تدافع وما تعرفش تهاجم. النهارده البنك الاهلي عمل مباراة كبيرة جدا قدام فريق محترم هو سيراميكا كليوباترا، بفضل طبعا لاعبين مميزين وقبلهم مدير فني كبير هو الكابتن خالد جلال. كابتن خالد مشرف ومنور. ازيك يا كريم؟ شكرا على الكلام الحلو ده يا كريم. اقل من حقك دايما حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. مباراة النهارده كبيرة يا كابتن خالد، مباراة كبيرة عشان قدام فريق مليان برضه نجوم ومدير فني ايضا محترم كابتن احمد سامي. طبعا مباراة كبيرة، سيراميكا كليوباترا من الفرق برضه اللي اتولدت كبيرة يعني. صحيح طبعا، ومعاها الكابتن احمد سامي مدرب كبير طبعا، وفرقة جايبة عناصر يعني مميزة جدا في الدوري، وشفناها اول ماتش عملت سكور، وتاني ماتش مع الزمالك. احنا كنا داخلين الماتش في الحقيقة برضو في حالة يعني طبعا من الترقب، لاني طبعا احنا كنا من بداية الموسم، وانت يمكن حضرت الاحتفالية بتاعت الملعب، طبعا طموح البنك الاهلي ان هو يبقى في الناس اللي فوق طبعا. فطبعا ايه، بدأنا بماتش فاركو كريم، ظلمنا ظلم غريب الشكل، مش عارف الفار. الماتش الثاني الكره بتاعت ابو جبل، بس عشان افكر الساده المشاهدين يعني، الكره يعني بتاعت ابو جبل ضربه الجزاء يعني، كان معايا كابتن جهاد جريشه وقال لي لا ما ينفعش تبقى ضربه جزاء. كانت اخر ثانيه في الوقت البدل، يعني تخيل انت الحكم بيلف وبيصفر، تيجي عليك ضربه جزاء تضيع مجهودك ال 90 دقيقه، رغم ان احنا كنا متسيدين المباراه. فطبعا التعادل كان غير مستحق، رغم ان فرقه فاركو برضو من الفرق المنظمه جدا، ولكن رحنا لعبنا سموحه طبعا، فرقه برضو كانت عامله ماتش كبير على نادي الزمالك، كنا عاملين لها 1000 حساب، وتعادلنا برضو 1-1، وكنا احنا الاقرب لاخر ربع ساعه ان احنا نحسم المباراه. صحيح. طبعا دخلنا ماتش سيراميكا كان علينا ضغوط كبيره والله كريم، يعني قبل الماتش يعني انت شايفني بتقول الهادي ولا مش هادي خالص؟ ها الكلام ده تمام. انا طبعا الواحد طبعا كلاعب وكمدرب بيحاول ان هو ازاي يعني يتحكم في اعصابه عشان ما تتنقلش مثلا اي توتر للعيبه. صحيح. فطبعا الحمد لله احنا دخلنا المباراه واحرزنا هدف مبكر جدا، وانا قلت لهم دي مباراه حياه او موت، عايزين نصلح بقى اللي فات رغم الظلم اللي احنا تعرضنا له، ولا في الحقيقه جبنا هدف مبكر، وده يعني حاجه من حاجتين، يا اما ان انت تزود السكور، يا اما ان انت هتضغط مع فرقه برضو زي سيراميكا في عناصر مميزه. ففي الحقيقه احنا لعبنا على الاخطاء بتاعه سيراميكا والمساحات اللي هي اندفاعهم الهجومي والمساحات. وفي الحقيقه احنا اشتغلنا كويس قوي بسيسي وناصر وكريم بامبو وهلال وحمدي علاء، ومن وراهم طبعا فتحي رمان الميزان في نص الملعب، طبعا يعقوب واحمد توفيق وياسين وجزار اللي عمل مباراه كبيره، وابو جبل خلي بالك عامل برضه مباراه هايله. صح. يعني النهارده مطلع كوره صح. انا بصراحه شايفها جول يعني ما تطلعش ابدا، صح تقل برضه حارس الا من حارس كبير. صح. فطبعا هو مدينا طبعا اتزان كبير جدا، رغم ان احنا عندنا الزنفولي كمان هايل واحمد صبحي هايل. فطبعا النهارده لعبنا وجبنا الجول الثاني كريم. عارف يا كابتن خالد، انا النهارده وانا بتفرج على المباراه افتكرت تصريحك ليا قبل ما تبدا الموسم، لما قلت لي انه طبعا اللعيبه دي كلها لعيبه مميزه ومهمه، بس ما لحقناش ننسجم كلنا مع بعض خالص يا كريم. خالص. فانا الاول مباراتين رغم ان انا معاك برضو ان فاركو كنت احق بيها يعني،
ولكن اول مباراتين قلت هم اول مباراتين بس، وبعد كده البنك الاهلي بالتشكيله دي هيفوق جدا. انا مش قلت لك الكلام ده لان صح. انا كنت حاطط سيناريوهات، لان انا سيسي ده ماشي من نادي الزمالك 15/6، اسلام جابر اما جالي هو وحمدي علاء اول اما جم اتصابوا قعدوا حوالي 10 صح. يعني الدنيا كانت ملخبطه في فتره الاعداد بالنسبه للعيبه الجديده صح. صفقات صح، مفيش غير توفيق وابو جبل بس هم اللي كانوا يعني بيتمرنوا بصفه مستمره، يعني مفيش حاجه يعني صحيح. فطبعا كان الدفع بيهم، وشفنا النهارده لما نزل اسلام بصراحه كان اضافه كبيره جدا، هو واحمد سعيد ومحمود السيد واسامه فيصل، ببارك له طبعا على الهدف بتاع المنتخب الاولمبي وصعودهم يا رب كده يوصل للاولمبياد. فطبعا حاجه طيب. التوقف اللي جاي ده يا كابتن خالد، هل انت من المدربين اللي شايفين التوقف ده هيبقى مصلحه فريقك ولا ممكن يضر بفريقك؟ بص انا قلت اي توقف انا يعني بكره التوقفات دي لانها بتضر دايما بالبنك الاهلي، ولكن ده اول توقف انا هحبه جدا. ايه بقى؟ لان الناس دي تجهز معايا، يعني انا بعمل ماتش بعد الماتش على طول للناس اللي هي بتجهز. على فكره في النهارده قعود بره، وفي موسى دياره، وفي عاصم صلاح اللي كان هايل الماتشين طبعا اللي فاتوا، وفي لا يعني الحمد لله احنا برضو عندنا السكواد بتاعنا الحمد لله السنه دي كويس جدا. فلا احنا ان شاء الله في فتره التوقف دي هتفيدنا جدا 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 ان احنا نقرب كل الناس، واهم حاجه ان احنا عندنا كمان البديل زي اللي بينزل زي اللي بيبدا. فدي مهمه جدا في الفرق اللي هي عايزه استمراريه واللي هي عايزه انها تبقى من الاربعه. اتبلغت مين يا كابتن خالد من اللعيب البنك الاهلي ممكن يبقى موجود في المعسكر اللي جاي للمنتخب؟ والله انا شايف ان في ناس كتيره، والله يعني في ناس كتيره. بامبو ماشي كويس جدا بصوره كويسه، زائد ان ناصر منسي اشتغل مع المنتخب وراح قبل كده في هلال وفي فتحي وفي حمدي علاء. لا انا بصراحه في ناس والله، توفيق كان قبل كده، ابو جبل طبعا يعني انا شايف ان هو ممكن يبقى متواجد جدا 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 في تشكيله المنتخب، سواء ان هو يبدا او يبقى مع الشناوي. لا يعني والله عندنا ياسين كان في المنتخب السنه طبعا اللي فاتت مع كيروش طبعا. لا يعني عندنا والله ناس كتيره ممكن ان ممكن يختاروا منهم واحد ولا اثنين، يعني مش ضروري يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. مدرب محترم جدا.